السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أعزائي المشاهدين المتابعين، وأهلا وسهلا بكم، وأسعد الله أوقاتكم بكل خير. عاجل: هجوم سعودي على أطراف الشرعية، وآل جابر يوقظ المجلس الرئاسي منتصف الليل لهذه الأسباب. وإلى التفاصيل. كشفت مصادر صحفية عن إهانة السعودية للمجلس الرئاسي على خلفية تهديد صنعاء بالرد على التصعيد الاقتصادي باستهداف البنوك والمدارات والمواني السعودية. وقالت المصادر إن السفير السعودي محمد آل جابر أيقظ أعضاء المجلس الرئاسي الساعة 2 فجرا لتوجيه محافظ البنك أحمد المعبقي لإلغاء الإجراءات ضد البنوك التجارية في صنعاء، وذلك قبل اجتماعهم الطارئ الذي عقد لإظهار أن القرار يمني. مضيفة أن إيقاظ آل جابر لأعضاء المجلس منتصف الليل يدل على الإهانة والتعامل بدونية وعن رعب سعودي من رد صنعاء. وكان السياسي السعودي البارز ومستشار رئيس تحرير صحيفة عكاظ المقربة من البلاد الملكي عبد الله آل فتيلة قد شن هجوما حادا على أطراف الشرعية الرافضة للحوار مع صنعاء ونعتهم بالغباء السياسي، وقال إن من يسعون لإفشال المفاوضات اليمنية عليهم أن يتحملوا العواقب، مضيفا: البديل للمشاورات اليمنية هي الفوضى التي استرتدوا على من يمارسونها من باب العنجهية والغباء السياسي. وجاء تعليق المسؤول السعودي ردا على الهجوم من قبل بعض الإعلاميين والناشطين ضد قرار المجلس الرئاسي بالتراجع عن قرارات التصعيد الاقتصادية ضد البنوك في صنعاء. وهكذا هو تعامل الأسياد مع العبيد والعملاء والخونة على مر التاريخ. أشكركم على حسن متابعتي والإصغاء، ولا تنسوا الإعجاب والتعليق على الفيديو والاشتراك في القناة وتفعيل جرس التنبيهات، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.